بسم الله الرحمن الرحيم كل ونكسن دا وديال ميل والبو أجوكتان كسو دوادة برنامج كيني حق يا حقيقو وادك داوتان SSTV يا جيجيجا كابل قيبتان وحنكو فاقيد دونا هدو ربي كرالي نقضو ورقيس كمي ده ورقيس يدا اقوين دالك إماراتك عربتا ايا وحا او قري مقالو اقو مقا عدري قرشا ومدحمين فرماجو دا معسيني هاي كهر مقا عابيس تريز الوزارها مقا ورقيسك يا وحا اوقها اللي يا وحا والبو عرينتا سيكو سابسا وحا ينو قادا ديك دونا اما ينو فلنقين دونا وريا براي الكعسين سولو برين محمد ادو ما سنتهي داوداشنا وان سلام اينا قيبتا وحان كو ايقينا قرش الله شاقا ان مدحين محمد الله فرماجو ودمع سيني هاي كهر مقا عابيستا رئيس الوزارة عصب ايه صوماليا مداما صوماليا اي مرحلات كالقورها كجرتو او حلي دروشوين كي اي سولو يهين لمرايو ورقيس كورتا وحالي لهذا العين الأخبارية وحونا كسوا بحا تلك إماراتك عربت إماراتك إيا صوماليا دبعا وحوغا حرير كوضو ما في عنو هالك قدر إيا دودة فرالك أي آد سكو دفينيهين آد سكو في عين حرير آد وقوطر دير أو توسا هانا وقودح أي قدر نلوتنا ميد كم إذا ساحي بدا دودة فرالك إيا صوماليا وليبا قدر وحاهدا وراك قار أي قيحة يعني إن برنامج كي لغرد حسن على خير أي قيب الوحلة أي كل هاي وكي مربو غضي مالمي حرية حق ماراتك عربت قدر آذي مقال هذا دو حقار كمي مسؤولين دركاسي كله كل من قرشاها مركا خيرا ماشا لغا ساري وحا لغو يدين يقدر إنا يدو بريتاريس أما أي تاغيريس وقعان الباحلة أي كل هاي ورقيتك مركا وحو قري قرشاها مدوحونا محمد عبدالله فرماج ودمع سيهاي كهر مقعابيس ريزوالها إنا يتهاي قرشاها أدك له هذا الهي ولا على قبي ها مذكر أنت ومر بدن حبناها معارضك سياسيين تقار مدش حزبية قرن أي أد قد واجنين وأي مرة بكوبا غيان دور شد حلي قد الوقبته مذكرين وحلها أنا ماشى على قصارة ما دام مذكرين سدر الزاري هرب أو شيء أنت حتى لا تقول أي كان سوق الأساس سياسي يمد أمن يمد لقاله ورجيت مركب وحبي وشيء قرشها مدحوينها ودمع سنية هي إنه يه ويران إلى مدة لبس سنة أو مدة كلنا إلى الوصمة هي تانا المودد إن برلمان كله جين دونه برلمان كده مر أن سعيانا مدحوينه وسود وين دونه سيدتي رز وراه مركح كلا قادم وسود وين ورجال سو مركب وحوش شيء إن أي جان حبنا الدولة دا كجرة أو حبنا ما أرسل سرعها أو يو كعاونية مدحوينها جعلنا كسينية إن وحوي مدة لبس سنة مدة كلنا وصمة حبنا سوى كوي كو ومهدي محمد قول هذا خضر سيهايا حلكة رئيس الوزراء قولها وزير رضا صوماليا وطبعا نستقو رزول كحيان كي حسن على خير أها لابو محمد مرتشي عبد الرحمن قدوميها قولها شعبك بارمان كفضل عليك صوماليا صدح قدومي كحيان كوباد قولها شعبك عبد ولي مودي أفر خديجة محمد ديري سيهايا حلكة وزير الوزراء لن يرضى يعيارها ee dowladda federaalka Soomaaliya wa afarta shakhsi ee wargeyska uu xusay in ay gacan ku siinayaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo muddo ku dhintaas shanta waxa weeye ee labada sano ah ee uu ku doonayo inuu xilka ku sii fadhiyo qorshahanna wargeyska sida uu shaaciyay waxa la doonayaa in la fuliyo kor magacaabista ra'iisul wasaaraha si hadii uu ra'iisul wasaaraha loo magacaabo isaga qorshahan uu fulay uu san caqabad ugu noqon karin muddo ku dhintaas maadaama ay ba sharci tahay oo xilli ayadoo sharci ah ويماد هذه قرشهن أون دعن مدحوينها ومجاب رزوزارة قرشها سوى حلقة عكرت إنه صورة قال مقنن لكن مدحوينه إسوا كهر تغيي سيد حسن على خير من ذكر أنت مدحوينها ودون يي حوي وهر استع عقبات وقول نغضي إن رزارة عسوا ومجاب ينا وصن عقبات سلم ذا وصن وقول نقول هذا رادد مدحوينه ودون يي إن ودرب مجابه إن قرشها سلفليو برلمان كالهور جيو الله عضا يلا أنسحيو مدكودين لبسنا أها تارشادة حوي كهر رزوالانا كدب ومقعا وامد كامد عقبالها مركا سيدوك على كهر مانا يا شركي وصم الرهب قرشها مركا مسؤولين تاسيبا وقوم مهم سنة هذا الشيء إنا يوحوي كتاقير يانا ما يقعنكو سنين مدحوينها مهدي محمد قولد رزوالانا كحين كي حسن على خير حكومة دي سيبوها هذا نواسيهاية مركا حسن على خير رأي إساق الله فيريو مهدي وحوه هادتك وقول له مدحوين محمد عبد الله فرماج تابع حكيت ليه مكرتا مركي حس على غير حلك اللي قد توري مدحوين محمد عبد الله فرماج وأقبلي بعرمان كل سو كل نقاشات الحكومة ده إذا المركز على كدبة أم هرس على كدبة وح وما جاب حلك الرزوارها مصيهاها مهدي محمد جولد تابع معناها كده هن كرتوا سيد السقول له ويهين مهدي محمد جولد إيه مدحوين محمد عبد الله فرماج
نقل قدوميها بارلمانكا يكوين كيسو كوبد محمد مرسل عبد الرحمن وعبد الولي إبراهيم مودي لابدون أدو قدويهن مدحوين مع عبد الله فرماج وطبعا وحي أهيان رقي موشنكا قبتي سوقة منقابية وحوي مريي بارلمانكا يدو آن سير رسميها عودك الله ترينين كوي كآموسي يو كوي ديدي يو كوي مارتي وعودي منه ووقت يرى كوبان حس على خيره من دادة ودقاء حلك الله وقاد والغوط المامي إنوها رئيس الوزاره ugu muddo dheer burburka ka dib ee dalka soo xukuma amartay ayalada Soomaaliya muddi ugu gaabnayd waqtigi ugu yaraa ama ugu gaabnaana xilka loo qaaday muddo 7 daqiiqo marka aad fiiriso khilaafadii hore ee madaxda soo dhaxmaray jiray wasaaraha iyo madaxweynaha oo muddo maalmo qaadan jiray kadibna wasaaraha lagu diri jiray laakiin xasan cali qeyro uu noqday ninkii ugu waxa weeye saameynta yara markii xilka laga qaaday muddo aad iyo aad u kooban xilka loo qaaday labadan marka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisaba labaduba waxa way aad ugu dhow yihiin bila Soomaaliya garahan maxamed abdullahi farmaaj madaxweynaha Soomaaliya khadija maxamed deeriye si hayaa xilka wasiirka wadaadada dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadu waxay ahayd dadka gacanta midig xasan cali khayr u ahaa inta aysan soo shaac bixin khilaafkii madaxweyne farmaaj iyo xasan cali khayr u dhixay liwax lama way dhigtay dadkii aadku ugu dhowaa xasan cali khayr ee loo arkay xitaa xasan hadii caqabad ka hortimaado inay waxa weeye taageeri oo ay garab istaagi oo haddu xasan xitaa musharax madaxweyne noqdo inay dhin ciis mar doonto yahay laakiin marka aad tahay xaaladda iyo saansaynta iyo dabeysha halka ay u socoto way gudisay tan kale suurad sanac kale suuragta halkaasii waxa weeye madaxweyne Cabdullaah Farmaaj iyo aad xasan cali qeyrna garabkiisa waa ay ka baxday marka habeen dhawaytana waxa ka mid ah xubno xildhibaano aha oo doorasho qof iyo cod uu ololay oo shir Muqdisho ku yeeshay dadkii ka soo muuqday bay ahayd khadija maxamed diiriye marka waxa lagu tiriyaa dadka siyaasada fahansan dawlad kastana waxa weeye way ku jirtaa nooc ay doonay waxa noqotay dawlad kasto oo timaada iyada qayb ka tahay marka way fahantay marka waxay fahantaa kolba meesha kaluumaysiga iyo nacfiga iyo munaafacaadka meesha uu jiro yay fahantaa marka way u digaragtaa marka xaalka qiimeeyso maadaama ay siyaasada fahansan tahay meeshi waxa weeye nacfi uu ku jiro ee ay wax ka heli karto ee xilkeedana ay ku sii haysan karto bay raaci laakiin soolama oran karo in qofka siyaasiga ah inuu aragtii mabaadii uu dagaalamayo uu lahaado uu dhun raaca wax wanaagsan ahayn Soomaalida markii la fiiriyo inta badan aragtii ma jirto ku dhisan waxa weeye himilo iyo mustaqbal iyo maart waxa weeye in qofku uu vision inuu yeesho mustaqbalka dalka iyo mustaqbalkiisa iyo dadkiisaba laakiin inta badan qofka waxa uu ku fikiraa sidii xilka si joogi lahaa ee maartay sidii maartay uu dhaqaale u heli lahaa inta badan marka aad fiiriso qaab dhaqanka xildhibaanada iyo maartay iyo golaha wasiirada iyo masuuliyiinta kala duwan xil jacaylka iyo maartay rabitaanka in kursi muddo dheer la sii joogo iyo in maartay dhaqaale la helo oo qofku uusan sharafkiisa iyo maartay tan dadkiisa iyo dalkiisa uusan ilaalin aad bay Soomaalida ay inoogu badan tahay marka waa ta keenaysa marka qofku inuu marba fiiriyo halka ay u badan tahay hawshu inay u dhacdo oo waxa weeye kolba uu qofku u digarogto meesha uu isleeyahay uu ku sii joogi karaa xilka waxa weeye muddana waxa weeye uu ku sii joogi karaa kursiga taa daraadeed hadda wargeyskan waxa weeye Alcayn Al-Akhbaariye ee kasoo baxa dalka Imaaraadka ee arintan hadda uu daaha ka rogay waxay ka mid tahay waxyaabihii muddada dheer laga qabay cabsida ee ahaa ee mudokrasi in madaxweyne Cabdullaahi Farmaaj uu damacsan yahay xasan cali qeyrana ahayd waxyaabihii uu ku tagay in rabitaanka madaxweynaha iyo mudokrintii uu rabay ama mudokrasigii uu rabay inuu ka hor yimid ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabayna ka hor qorshahan inuu fulayo yuu sheegay sida uu maartay wargeyska uu qeexay maalmaha u dambeysayna waxaa jirta hadal hayn ah in baarlamaanka la horgeynayo mooshinkaasi ay ka doodayaan ee lagu doonayo in lagu meelmariyo oo muddo 2 sano ah dowladda hadda jirta loogu daro si ay xilka u sii joogto doorasho qof iyo codahana xilligaas in lagu diyaariyo la gudagalo waa marka waxyaabahii muddo laga digayay dadku ay ka cabsi qabeen gaar ahaan qulyaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood haddii marka hawshan ay dhacdo kulley waxa la ogaan doonaa falcelinta ay sameeyaan axsaabta mucaaradka ugu weyn yihiin madaxa xisbiyada qaran qaar ka madax maamul goboleedyada oo iyagu Puntland iyo Jubaland ay ugu horeeyaan oo inta badan dawladda iyaga muddo ay xogaa khilaaf ku dhaxay inkastoo xogaa laga qaboojiyay markii dhusmareeb la isugu tagay
وأكيد دهنا صوح نقضة لكن أدوها لكو هكذا سوحالكو وهذا وتغيه واتهي إن بر دستور كقبيضة أهي دولة فضلالك سوماليا وحا وقريا إن أفرتي سنبا مرأي دورة شدعضو محيطة هي سببت الدولة دهنا أوربتو مدكرورسي خورت دستوركو ووح أمد أي كوهي شيئين أكو لغماوي إن وح معهان أن لغة تلابسان كرين أما مارتي أنا جمين كريم دستور كحوي ووح مدى يكون شيء سي هذه مسألة حلوة أركو قطب كان إلا جمين ولا جمين كريم ولا قتي كلا ثلاث سنين كرا مرة ربنا قف كأودي سي ربتان كيس أي كحيرانته وحياة أقول مهم سنة وحوي إن أرتا مدام دستور كواسو دستور كاس كقبيعة هوي دستور كدو لما يسترن الله ودستور لما يسر ونقول لها إن اللي جد بو حوا وياها أتكان لهيد ما كله في رياض وحياة بها شيء كلوي هاي سومالي نحوها لكن هذا مدام وقبيعة هنا كتلعب سوي سكفود ويا يسقي بابا قبيعة وعندما يسترن صح وحقرية أفرت سنة مر طارشين يدك سومالي كده عدل بدحينه هنا بدأ أفرت سنة حلك مركو هاي إنه حوي كبدي وهاي وكسو عليه وما ده حيدا وصوت هرو صوت لاجو وما ده صوت أحدجو كدنا الجو وتشاد دارشة ده ترك كقفص مثلا نوع عين قنص اللون هشيو مركا een hadii marka doorashadii madaxweynuhu uu rabay isaga oo ah qof iyo cod xiligi la rabay ay ku qabsan weeydo madaxweynadkiisana wax yar uu ka haray hadii kubadi uu soo laado oo umadi uu soo dhaxdhigo oo uu yiraahdo doorashadii qof ay codka hayd waqtigan way qaadanaysa ana madaxweynadkeedi wax yar ba ama waqti aad iyo aad u koon ba iga haray ee say wax yar la waa wax ugu wanaagsan way waa laga wada tashana markaas waxaa la isku raacaa nidaam doorasho oo loo wada dhinyay لكن ما دحوله وحاول دويلك وبدأ إنه صن وصار عديجن ومضى يستعمله السياسة ده وأوليك ما دحوله وبدأ وسو وسكها يسته ودونه يو هل ب كل ماشي الجارية قانك قدام بيسجى إنه يشاء وسجى مارته هل كا وربيتان كذيه إنه كبدأ والله هذا مدة كرسي ده نقطة وعاد وين على الدنيا ويخدع هذا ويدل اللي يجي مرحلة مركز يدلك وكجر نقالهان أمنيهان سياسهان حسلونهان بحاول مذكورين لسميه واحد دوني مهان نقطه الله فينا يا مركز دستور كي مارتي يضو ضد كلاتة بنان كدولة كجوا فرصة الله سينا هي سي دولة قريب وصل نقطان أما قريب وصل نقطان أما كرسي جنب أيدوان وهانتان بالله سميه مذكورين لكن سومالي ما دام أقولنا هاي دبتوين أي مذكور وجرين بحاول مذكورين هدي ومذحوينه وكل واقع وحمد إنه حالته العلاج هاي وقال لا سي مارت عبسي كلا يجاورر أي سوماليا كو أبوري كرتو لكن هديها الشيس لغو النقضو أو مدحدي مامو القبلاتي يكوي فضلالك يقوي هندي وردي بلشدة يدوتا ذاك أنت إسوه دي مادان أي دهان نوع دورشو نوع عاسر من أين قبن حيلي غانو كو مقب سامي كر محان سامينا هدي لغو هشيو ورمانتو أي وضا أقل كان نقضان إن دورشدة ديب لوردي أو مدحدة دولدنا مدكورين لو سامييو si ay ugu doorashada ay iyaga iskale doorashada qabsoomideeda iyo dhaqaale ku bixinteeda iyo dadaalkeeda inta badan ayaga iskale xisaabta siyaasadda iyo saamilada siyaasadeed waxay ku leeyihiin wadatashi iyo maartay inay fikirkooda iyo talooda ay ku darsadaan hadii lagu heshiiyo in madow loo kordhiyo waa wax caadi ah oo madaxweynuhu inta uu sii joogo kana shaqeeyo doorashada sidii xilligeedii ay ugu qabsoomi lahayd laakiin hadii aan iyaduna heshiis lagu yeelin madaxweynuhu uu ku dhaqaaqo talaabo waatii baash caalamka ay ka digeen ay lahaayeen waxaan ka digaynaa nidaam doorasho oo hal dhinac oo wata dhinacyada kale ay ka maqan yihiin marnaba aan macquul noqonin taas oo adkaanta in hirgeliyo ee xasiloonida dalka iyo waxa weeye nabadgelyadiina way qaysa qalaasana dalka oo horseedaysa baan ka digaynaa waatii ay lahaayeen way marka nidaam doorasho hal dhinac aha ama maartii muddo kordhin hal dhinac aha wa tadbaatada keenay doonta way marka wax u baahan tahay in la isu wada yimaado oo laga wada heshiiyo si hore loogu socdo doorashada la qabanayo noqoto mid la isla wada ogol yahay nooc ay doonayaan inay noqoteen marka baray adad ma aasan tahay maxay tahay sababta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo kaliya uu u daneeynaayo in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah sababta maxay tahay madaxweynuhu horta qof masuulaha marka uu yimaado wuxuu jecel yahay in uu wax ka tago taariikhda uu gala oo ugu yaraan uu dhaho waxaan dalka ku soo kordhiyay tusaalahaan sheekh shariif waxaan ognahay inuu soo doortay jabuuti arta jirtay lagu soo doortay abdulqasim salaad xasan waxaa jirtay nairobi oo 2004 lagu doortay in bakaasi allah naxariisay abdullahi yuusuf axmed step by step baa ahayd marka waxa marka marba marbuu soo yar dhowaanayay dadaaladii la sameynayay in marka doorasho baldan guyis ay ka qabsanto kolba waxa ahayd wax loo soo dhowaanayay ahayd
ودميت الشيخ شريف أو استجو نظام دبي شيسين كوي مادي وكي لو ده كنا سألك اللي قدر تي جيبوتي مقدشة وكوي مادي ودول سكول أفعال لسي وحنا بارمان وآد وبنا ودي دبي شيسين كوي مادي أو من هي قال هي محكمة ده هاي ما أرتي دول دي حلقة تجربتي سياسيين دي واحدة أي كم ده هاي أنا كسر رح مقدن سير الله له دول ما أرتي دبي شيسينات أو دل كم أرتي أمني يحسون نقطة بارك كرتا وأنه وين حلقة سينا هاد حلقة دل كده دول ده وأنت مموليس أدي أد أويرد مقد شو كلي هنا أنت طبعا أي حوي مموليين الشاب يو كفر على مركز محكمة الإسلام وحاسو تقرش مركا شيخ شريف ما ملكيس إنه سورقلي إن دل كسوامالي أي دورشة كقبسون تلا بدو كوني لبيت طبعا حسن شيخ محمود وساس كصوبه إن تي شيخ شريف واحد بالغير بدله إذا ناس بدل بالوسط ماي مركل وحاسو تقرش شيء لابد يكون يلحق طبعا كدورشة دل كأنك قبسون تطبيعي طبعا كي بيجي في براين أحد مركي حلك مدحوينه في الماجو هو قول استاذ دورشة دي مدحتين ماذا أحد عادي مركا مدحوينه كستا وحبو كفانا وده وحسن تاريخ إيجا وحسن كتجي دل كمركا يعني مد وحسن سوكو دي وحسن لا لا ما ذي مدحوين في الماجو مركو حور ربع ما دام دورشوين ضد بن أي الوجه هري أصور دعان إذا حد إنه تاريخ إنه كتجو أو دورشة قف يعضى أو وحو أمان يبوجادني تاريخ وهو قال كرو إنه كتجو وأنا سبب دوني تأكل يا ما ربتان كيس قالوا حكم إذا إنه كحوا كرسي كسيرة جو كرسي ولا وجعية صح لكن وحي شيء سلوياي ماشي وضد كده أيضا أقولانين وحسابتي سياسة دي سامريدي يمارتي ضد كي ذل كان مصير كيسة يمستقبل كيسة ثلوين كودا وحوي طيب تكلها وحيا بقى أيضا يلين باجر ما دام ذل كان ببر مهارو صامري وح مركز أي الرمان إن أو مركز الدنيا إن وحي وضطش ونقضة وحين نقول إسلوبك وهاولي وسيئة هذا يا صومالي اللي وقع ما نقابك إسود يبان حيلك صالحان شيخ شريف فكرت مركي اللي يقول لسي حسن شيخ محمود وأوهم بلي حسن شيخ محمود اللي يقول لسي شيخ شريف وأوهم بلي لبدي ماذا حوين الشيخ شريف يا حسن شيخ محمود ماذا حوين في المادة الواقع معاد بي قفصتين ويسيو ذا جرئها يهبين كي وحوي ماذا كمدا أستعمي وقوة ناكسنا يتعربت أماني سي بيها هاي مركا وحي صومالي أي كو أمانيد يدو بربر كو جدا أي كو أمانيد oo dhibaato muddo soo jirtay ay ku amaanayd ee lagu amaanayay ee boogaadinta iyo maaratay taariikhda u galay madaxweyne farmaajo waxa loo baahan yahay inuu san dhaawac dhibaato u geysanin oo qaabkii qoriis dhiibka uu waxa weeye uu sameeyo kubadana uu umada ku soo dhaxturo doorashadan xilligeeda heshiis lagu noqdo lana qabta hadii lagu guuleystana uu qaabkii qoriis dhiibka ugu dhiibo qof guuleysta hadii uu guuleystana madaxweyne ama ka fursad marka la fursad loosiyo inuu dalka sii hoggaamiyo kursiga uu ku sii fadhiyo waatahay in aad ay u mahsantahay ilkacse daawadeel waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka inta aan ku kulmeyno barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idin kaga tageyna sidaasi nabadgelyo